شوف جديد مروان حيدر صار جاهز. صباح الخير مروان العوافي. بونجور بونجور. هاي مروان. يلا مروان تفضل قبل ما تروح الكهرباء. امبارح اتعوى ابكر من ما لازم، مشان هيك رح نبلش انه نحكي عن الحمص البلدي. مثل ما ذكرنا قبل مره نوعيته كثير منيحه وطعمته فيها شعطه طيبه، وبس نغليه من اول فقشه مي دغري بيهلوت وبيصير نوعيته منيحه. هيدا الحمص اكيد البرغل كمان شغل لبنان، عم نركز على كل شيء حبوب شغل لبنان. هذا البرغل الخشن. العدس كمان شغل لبنان، حبه صغيره كمان بيهلوت دغري على الغلي وطعمته كثير طيبه. والافريكي يلي اخدي عز هون كثير عم بيحبوها الافريكي، والسمسم كمان ذات الشيء عم بينطلب عنا بطريقه كثير كبيره. رح نبلش باول سله السلق مع بصل وحامض، ربطه كبيره سلق دائما نسلقنا كلهم ب 10,000. سله الهندبي يلي فيها بندوره وبصل وخيار، وهالسله فيها ربطه هندبي كبيره. سله اللوبيا البدريه اكيد مع بقدونس وبصل وبندوره، هيدي سلة لطبخة. سلة البندورة بيجي فيها كيلو، كمان نوعية كتير منيحة. سلة الحشايش اللي فيها نعنع وبقلة وركة وفجل وبقدونس وحامض وبصل، هالسلة كتير عم تنطلب وكتير طيبة وتشكيلتها حلوة وبعشرة آلاف. سلة الجزر والشمندر، نص كيلو جزر نص كيلو شمندر كمان أو أكتر شوي، حتى كمان فيهم ياخدوها من عنا. سلة الخيار اليوم، هالخيار النوعية اللي كتير منيحة اليوم، الخيار الاثنين كيلو بعشرة آلاف، اللي بحب ياخد خيار ويقدر ياخد نوعية منيحة اليوم عنا الخيار اثنين كيلو بعشرة آلاف. سلة الكيل يلي فيها خيار وحامض وبصل وبندورة، وأكيد كيل زراعي بقمط الياس نوعية كتير طيبة. سلة الليمون اليوم، الليمون كمان اثنين كيلو بعشرة آلاف، يعني عم جرب قد ما فينا يكون عنا نوعية كتير منيحة. دائما إذا السعر كتير منيح مش معناتها النوعية مش منيحة، نوعية رائعة. و2 كيلو ب 10,000، ها هي السلة اليوم. وسلة الكليمونتين كمان هون مش عم نضارب أبدا، برجع بقول لأنه عم ناخد أسعار منيحة عم نقدر نعمل أسعار منيحة، كمان 2 كيلو كليمونتين ب 10,000، يعني عندنا 2 كيلو كليمونتين و2 كيلو خيار الليمون والخيار كله ب 10,000، وحتى الحامض اليوم كمان الاثنين كيلو بعشرة آلاف، كمان هالنوعية رائعة. فيهم يكتروا هيك بيضلون عندهم وشوي شوي بيجوا بيعصروا من الحامض. عنا كمان دبس الخروب اللي نوعية جديدة كمان معصور جديد، يلي بحب دبس خروب نوعية مية من مية شكله. أكيد الزيت كتير عم ينطلب عنا، زيت منطقة عين قبل مثل ما شفنا، هالنوعية الزيت الغير شكل وطعمته كتير طيبة. وبنرجع اكيد بدنا نذكر بدبس الرمان، دبس الرمان شغل منطقه راس بعلبك. هالدبس الرمان اللي شايفينه مشمس، يعني مجفف على الشمس، منشف على الشمس، فعلى الطريقه التقليديه وطعمته رائعه. اكيد خل العنب وخل التفاح كمان موجودين بهالقنينه، كل هالاصناف موجوده عندنا. وبعدنا كمان ماشيين بالابل صوص مع الكعك، مع كل ابل صوص عم نعمل كيس كعك، مع انه بنعرف انه نغلي الكعك بس كمان نحن بعدنا ماشيين بهالقف. مع كل ابل صوص كيس كعك، وعندنا كمان دبس العنب يلي من منطقه عيط الفخار، وبنقول ميرسي كثير لقال عواد يلي عم بيعملوا لنا اياهم، كمان هالنوعيه الرائعه كثير طيبه، كميه منها كثير كبيره بس على طول عم بيلبونا. عندنا اصناف جديده، عندنا نوع بسكوي اذا بدنا، او مثل بيتي فور هيك على طعمه نسكافيه بقلبه او بن، فكمان نوعيه جيده جدا مع التروف. والسبيسياليتي الارمينيان اللي هي الكتا والكالونجا والمالح والحلو كمان موجودين عندنا. كل هالاصناف موجوده ببيت الزراعه مثل العاده، كل الخضره موجوده ببيت الزراعه مثل العاده، بتكون طازه بتيجي دغري من المزارع باسعار حلوه بيعطينا اياها المزارعين، ونحن عم نعطيها بذات الاسعار اللي بناخذها للمستهلك اللي عم يجي. مشان هيك بنقدر نعمل 2 كيلو خيار ب 10,000 و2 كيلو حامض ب 10,000 و2 كيلو ليمون او 2 كيلو كليمونتين كمان ب 10,000. هيدي الشغله عم تقدر تساعدنا. واللي بحب ياخذ بالكيلو افوكا او ملفوف او قرنبيط او بروكلي او اصناف ثانيه، بطاطا او كوسه، بيقدر ياخذ بالكيلو كمان اسعار كثير حلوه، منهم عاملين سلال لانه سعرهم بيتخطى ال 10,000، بس نوعيه جيده جدا واسعار اكيد ارخص، رخيصه كثير ونوعيتها كثير منيحه.
كمان المونة موجودة عندنا ببيت الزراعة، أي حدا بحب ياخد مونة، هالمونة معمولة بالبيوت مثل ما اتفقنا من زمان مع أصحاب الأشخاص اللي عم يعملوا مونة، ما فيها مواد حافظة، أكتريتها مفحوصة، وعم نطمن بالنا أنه بنقدر نوصل للمستهلك منتج لبناني 100%، ما فيه مواد حافظة وعلى الطريقة التقليدية. من هالمنطلق عم نشتغل بطريقة كرة الثلج، ناخد من المزارع، ناخد من الناس اللي عم تنتج ببيوتها، منحضرون منقطعون ببيت الزراعة وبيوصلوا للمستهلك. هالشي اللي عنا موجود بإذن الله كل يوم عم نشتغل عليها قلنا فترة طويلة، وعم نجرب نحسن قد ما فينا تتوصل لناس كتير. وهون بدي أشكر الأشخاص اللي عم بيدقوا من برا، يلي عم بيقدروا يوقفوا حد الناس يلي موجودين بلبنان، عم بياخدوا سلال ويطلبوا منا نوزعون. هيدي رجعت هالفكرة عن جديد، يمكن لأنه قربت الأعياد، عم يطلبوا منا كمان نودي مونة، بنقول له ميرسي كتير ويعطيهم ألف عافية. وبارح بدي أشكر أستاذ الياس سليم من منطقة السويد، من بلد السويد، كمان حب يعمل أوفريت لناس ويبعث لنا عناوين، نبعث اليوم بنقول له يعطيه ألف عافية ومنشد على إيده. هالأصناف كلها موجودة، فريق بيت الزراعة مثل العادة من قلب رب موجود ببيت الزراعة بأنط الياس، نحن ناطرينكم لحتى نخدمكم من قلب رب ومن عينينا، نعطيكم أحلى منتج وأحلى أصناف. شكرا لك مروان، يعطيك العافية لك. انت كل الفريق العام ميه ما رحت الكهرباء، خلصنا المولد عم نحكي جو سما عم تستعجل قبل ما تروح الكهرباء. ميرسي ريتا، ميرسي عبدو، نهاركم سعيد. يعطيك العافية. هذا المولد الاشتراك، خلينا نقول يلي بيقطع على الوقت اوقات بيسبق خمس دقايق كله وين ما كان هيك بكل المناطق. بقول لك ساعة 8 بس بيقطع 8 إلى 5، شو بدي أعمل؟ مش شغيل، ما لحق، غلبط بالساعة. شكرا لك مروان ياس، بس يا ريت بودوها كمان قبل 5، بأخروها 5 دقائق.